أنا الآن في منطقة 47 جنوب مدينة الحسكة. خلفي وقع تفجير انتحاري استهدف رتلا لقوات التحالف الدولي أثناء مروره بحاجز لقوات سوريا الديمقراطية. الانتحاري الذي كان يستقل سيارة هونداي نوع تشمية بحسب شهود فجر نفسه أثناء مرور الرتل العسكري للتحالف الدولي، ونتج عن هذا التفجير احتراق سيارتين كانت من ضمن الرتل. بحسب شهود هناك شهداء من قوات سوريا الديمقراطية، ولكن لا أنباء عن عدد عن وقوع ضحايا من قوات التحالف أم لا. كذلك طائرات التحالف الدولي بدأت بتغطية المنطقة جوا، هناك تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي في سماء هذه المنطقة خشية وقوع أي هجمات انتحارية أخرى. بحسب الشكل وطريقة التفجير الذي تم، يعتقد بأن تنظيم داعش يقف خلف هذه العملية. الآن الطريق مغلق منذ الساعة 11 لحظة وقوع التفجير، وهناك انتشار كثيف لقوات سوريا الديمقراطية. هناك سيارات إسعاف، هناك مدرعات أمريكية تم استخدامها من بلدة الشدادة إلى المنطقة. كنت أنا إيفان حسيب معكم.